كمال باشا اللباد منور الدنيا كلها يا باشا. اهلا 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 اهلا، ازيك يا رامي؟ ازيك يا باشا؟ والله ليك وحشه، وازيك وزي ماما؟ الحمد لله، والله مبسوط ان حضرتك لسه مفتكر اسمي. معقوله يا رامي انساك؟ ده انت ابني الغالي. اسلم لذوقك يا كبير، انا بس جاي اقول لك ان الحساب عندي، ما تحاسبش انت والناس الحلوه اللي معاك. لا يا حبيبي ده كلام برضه يا رامي، ده واجب علينا. من بعد خيرك يا كبير. وبصراحة يعني ما انت طول عمرك بتأكل مراتك وبنتك من فلوس الناس. ايه اللي بتقوله ده يا رامي؟ انت جننت في عقلك ولا ايه؟ عيب، انا قد والدك. والدي؟ والدي اللي مات بحسرته بعد اللي عملته فيه؟ ده انت حتى ما جيتش عزايا يا اخي. ايه اللي انا عملته فيه؟ ابوك شركته خسرت، انا اشتريتها، كنت بنقذه. بتنقذه ايه واشتريتها؟ انت اشتريتها بالخسارة، تشتريها بربع ثمنها، انت ايه؟ نصاب وحرامي يا شيخ. ايوه نصاب. قرايه يا جدع، انت في ايه؟ الباشا قاعد بيتعشى مع الاسره بتاعته في امان الله، عامل قلق ليه؟ بتجري على الله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو ده اللي جابه يحميك يا كمال يا لباد؟ انا عايز اقول لك على حاجه، ما انت لو وراك رجاله كلها وراها رجاله.